جانا ضيوف من حارات الشام كلها. وشرفتونا، البيت بيتكن، مصابنا واحد ووجعنا واحد. أهلا وسهلا بالعقيد أبو النار، أهلا وسهلا أبو قاسم بشيخنا. العتبة إلنا وصدر الحارة إلكم، بعون الله ما رح تضاموا. أهلا وسهلا فيكم. بيوتنا كلها مفتوحة إلكم، وهي الشام عمي، الشام أم والأم بتلم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، الله يحيي أصلكم. كل عمركم يا أهل الصلاحية، أهل جود وكرام، وهذا عشمنا فيكم وبكل أهل البلد وين ما رحنا. عمي، أهل الشام أهل الكرم والخير، وطالما أنتم عنا إن شاء الله ما بتنضموا بنوب، وألف أهلا وسهلا فيكم. كتر الله خيركم وفضلكم على رأسنا ليوم الدين. الله يجزيكم الخير، وهذا عشمنا فيكم وما بتعصروا. الله محيي الشام وأهل الشام. الله يرحم أبوك ويعلي من مقدارك يا سحيم. تعيش تعيش شيخ عبد العليم، تعيش. أنا ما عم بعمل غير واجبي وبأصلي. وأهلا وسهلا فيك يا أبو النار، وأهلا وسهلا فيك وبأهالي كلهم. أنت وأهلك نحن جماعة واحدة، وهي الحرب ما عليها مراجل بنوب. يسلم تمك يا أبو عزام، وهلأ تفضلوا منشان نوزعكم على البيوت الفاضية بالحارة. عمي، بيوتي فاضية وجاهزة لكم، ويا ألف أهلا وسهلا فيكم. فيك الخير يا زعيم، وأنا بيتي مفتوح للعقيد أبو النار زعيم. الله بحيي أصلك يا سعيد، الله بحيي أصلك. وأنا في عندي بيت تاني يلي بحب منكم يسكنوا أهلا وسهلا فيه. الله يجزيكم الخير، وهذا عشمنا فيكم وما بتقصروا. معناتها خلينا ناخذكم ونوصلكم لحتى ترتاحوا. مختار، أنا باخذ قسم من الرجال وأنت بتاخذوا الشباب الباقي. تفضل يا سعيد، تفضل يا سعيد. شرفوا معنا سعيد.